أهلا وسهلا فيكم بقناة أفلام الملكة. بيبدأ الفيلم بلاستريا اللي بتكون بالمشفى وعم تركض للدور عبنتها، وبتفوت على غرفة الأطفال وبتصير تهاجم الممرضين وكل مين بيقرب منها تضربه، وبالأخير بتقدر تطالع الكل وبتبقى الحالة بالغرفة وبتقفل الباب وبتحمل طفلة، وبتكون الدكتورة برا وبتعتذر لاستري من طفلتها وبتقتلها. فبتقلها الدكتورة هي مو بنتك، وبتهددهم إذا حدا بيقرب رح تقتل كل الأطفال، وبتصير تطعن طفل ورا التاني، فبيقدروا يكسروا الباب ويفوتوا، وبتحمل لاستري أناني الكحول وبتكسرهم على الأرض، وبتزت اللمبادير فبتشعل النار وبيحترق المكان كله. بعدين مننتقل لبايو يلي بيكون قاعد مع العمرة هاجو شريك أبوه بالشغل، وبيكون بحاجة مال، وزوجته دين تحامل وحيجي ولد عن قريب، فبيعرض عليه رهاجو إنه ينتقلوا لبيته يلي بالريف، وإنه هنيك حيقدر بايو يكتب كتابه بجوهادي ويربي ابنه كمان. وبالفعل بينتقلوا بايو ودين على البيت، ولما بيصلوا بيصيروا يتفرجوا عليه وبيعجبهم كتير، والمسا بيكونوا قاعدين عم يشوفوا الصور ويسترجعوا الذكريات القديمة. تاني يوم الصبح بيروح بايو على شغله، وبتنزل دين على السوق يلي جنب البيت، وبتلاقي وحدة عم تبيع ياسمين، فبتسألها إنه ليش في كتير ياسمين، وبتقلها إنه الأول من سورو قرب ولازم يكونوا متجهزين. تسألها الست إذا هي من هذا المكان، فبتدلها وين بيتها، ولما بتعرف الست بتتغير ملامحها وبتخاف، وبتقلها أنها مضطرة تسكر المحل، فبتتركها ديندا وبتمشي. وهي ماشية بتشوف وحدة شعرها منكوش وشكلها غريب عم تطلع فيها. بعدها بترجع على البيت، وهي عم تشتغل بالأكل بتدير وشها، وبتلاقي السكينة مغروزة بخشبة التقطيع. تستغرب كتير وبتحس إنه في حدا فتح الباب، فبتحمل السكينة وبتصير تدور، وبتفوت على غرفة فيها كتير كراتين. وأول ما بتشغل الضوء منشوف شخص لابس أسود واقف وراها. بعدها بيجي بايو من شغله وبيلاقي الكهرباء مطفية بالبيت، فبيشغل شمعة وبيصير ينادي لديندا. بيلاقي على الأرض بقع دم، فبيصير يتبعهم، وبيلاقي ديندا مقتولة على الأرض بطريقة شنيعة، وفجأة بيظهر شبح وبيهجم عليه، فبيصحى وبيكون كل هاد مجرد كابوس، وبتحاول ديندا تهدي. تاني يوم بيودع بايو ديندا وبيروح على شغله، ولما بتكون ديندا بالبيت عم تحكي مع أمها على التليفون، بتشوف المرجوحة عم تهز لحالها، ولما بتكون نايمة بتصحى وهي موجوعة، وبتقوم وبتصير تتقيأ مسامير وشعر وشفرات. بعدها منشوف الجنين طلع من تمها وتمها انشق، ومجموعة عالم لابسين أسود وراها، وبتصحى وبيكون كل هذا حلم، وبتقوم وهي تعبانة كتير، وبتبعت مسج لزوجها ليرجع على البيت. فبيرجع بايو فوراً على البيت وبيلاقيها قاعدة وعم تتوجع كتير، فبيحملها وبيركبها بالسيارة لياخدها على المشفى. ولما بيصلوا بياخدوها الممرضات وبيخبروه إنه لازم ينهي إجراءات الإدارة أول شي، وبعدين بيرجع لعند زوجته. فبيروح على الإدارة وبينتبه إنه توقيت الساعة يلي بالمشفى مختلف عن توقيت الساعة يلي بإيده. بعدها بيروح لعند ديندا وبيخبره الدكتور إنه المخاط حيبدأ خلال 4 أو 5 ساعات، وبتقوله ديندا لبايو إنه ما بدها ترجع على هداك البيت، وإنه حاسة بشي غلط هنيك، وبعد ما تولد بدها تمشي فوراً. فبيوافق وبيقلها حيروح يضب الغراض مشان يمشوا بعد ما تولد فوراً. ولما بتكون ديندا بالمشفى بتشوف الدكتورة يلي شفناها ببداية الفيلم واقفة وعم تطلع عليها بطريقة غريبة. بعدها بتختفي، وبتلاقي الدكتور واقف وماسك المشرط وبصير يخبط راسه بالحيط لينزل له دم. فبتخاف ديندا وبتقوم بتنادي للممرضة، وفجأة بتلمح شي مرق. بهذا الوقت بيكون بايو بالبيت عم يضب الغراض، وبيسمع صوت فبيصير يدور بالبيت إذا في حدا وما بيلاقي شي. فبيطلعوا لما بيشغل السيارة ما بتشتغل، فبيحاول فيها لتشتغل، وبيشوف مرة عجوز شكلها مخيف واقفة وعم تطلع عليه، فبيخاف وبيمشي فورا. وديندا بالمشفى بتلاقي الممرضات واقفين ودايرين ظهرهم، ولما بتفوت لعندهم بيتسكر الباب عليها لحاله، وفجأة بتلاقي الدكتورة وراها وعم تطلع فيها بطريقة غريبة. وبايو هو على الطريق بيوقف عند محل ليشتري أكل، وبيكون عم يسكر، فبيسأله ليش عم يسكر بكير، وبيقول له صاحب المحل إنه هو متأخر وإنه باقي المحلات سكروا أبكر. فبيسأله بايو ليش، وبيقول له إنه هي مو ليلة عادية، وإنه ليلة الأول من سورو، وهي ليلة احتفال الكائنات الروحية وعطبة الشياطين. فبيضحك بايو على حكيه يلي ما بيكون مآمن بهذا الشيء. فبيسأله صاحب المحل لوين رايح بهذا الوقت، وبيخبره بايو إنه رايح على المشفى وإنه ترك زوجته هنيك، وبيدله على المشفى. فبيتفاجأ الزلمة وبيقول له إنه المشفى مسكر من سنين، وإنه احترق بشكل كامل هو ويلي فيه. فبيروح بايو فوراً لعند زوجته، ولما بيصل بيلاقي المشفى فعلاً مهجور، فبياخد كشاف وبيفوت لجوا، وبصير يدور على ديندا، ومنشوفها هي وبالمشفى كمان وعم تمشي وتنادي للممرضات، وبتشوف واحد ماشي وراسه مقطوع، فبتخاف كتير وبتطلع فوراً، وبتصير تسمع بايو يلي منشوفه ماشي بالمشفى المهجور وهي واقفة بالمشفى، والمكان شكله طبيعي وكأنه كل واحد منهم بعالم مختلف. وهي ماشية ديندا فجأة بتسمع صوت وحدة عم تصرخ، ولما بيكون بايو عم يدور بيسمع صوت طالع من الخزانة، ولما بيفتح بتكون قطة. بعدين بيمشي وبيلاقي جثة على الأرض كلها دم،
ولما بيندار بيشوفها واقفة ورا الحيط وبتختفي من على الأرض. وفجأة بيظهر له شخص شكله مخيف وبصير يلحقه وبايو بيهرب. وبتصل ديندا على غرفة فيها عالم وممرضات وبتصير تترجعهم يقولوا لها وين المخرج، بس ما حدا بيرد عليها. وفجأة بتسمع صوت صراخ وكل الموجودين بيختفوا، وصوت الصراخ مستمر. وبتشوف واحدة بتشبه الشبح طالعة من الغرفة وماشية باتجاهها، وحواليها الغراض عم تطير. فبتركض وبتتخبى وبنشوف شبح المرأة ماشي باتجاهها وبإيدها مشرط. وبايو بيكون الشخص المخيف لسه عم يلاحقه وبصير يكسر الحيط بالفأس. وبيركض بايو وبيطلع على سقيفة، وفجأة بيقع من فوق وبيغمى عليه. وبتفوت ديندا على الغرفة وبتلاقيها كلها جثث أموات. ولما بتجي لتطلع بتلاقي الباب مو موجود. وفجأة الجثث بيعدوا وبصيروا يطلعوا عليها، فبتركض وبتطلع من الباب الثاني وبتلاقي حالها بنفس الغرفة اللي فيها جثث، وكأنها عم تدور حوالين نفسها. وبينعاد الموضوع أكتر من مرة. وبتطلع لبرا وبتلاقي لاستري قاعدة وهي حامل وعم تحكي مع بنتها وتقلها أنها لازم تموت لأنه ما بدها إياها تصير من عبدة الشيطان. وبتكون ديندا قاعدة جنبها وفجأة بيصير شكلها مخيف وبتصرخ بوجه ديندا. فبتقوم فورا وبتلحقها وبترميها على الأرض وبتقرب منها وهي حامل المشرط، وبتحط إيدها على بطنها وبتورجيها كيف كانت مربطة على التخت وعبدة الشياطين واقفين حواليها وبيولدوها، وكيف بتهرب وبتدور على البنت وبتقتلها وبتقتل كل الأطفال وبتحرق المكان. وفجأة بيطلع صوت قوي وبتصير لاستري بقوة وديندا بيغمى عليها. وبعدها بتصير تفتح وبتلاقيهم أخدينها وأشكالهم مخيفة. بعدين بيصحى بايو وبيلاقي حاله بغرفة المشفى وبيشوف أبوه متسطح على التخت وأمه عم تحكي مع الدكتور. وبيقوم هو وبيحاكي أبوه وبيخبره أبوه إنه كان لازم ياخدوه لإله مو هو، وبيعتذر منه وبيقول له ما كان هيك الاتفاق، وبيقول له إنه بيحبه. وفجأة بيصير شكله مخيف وبيقول له غادر. وبيصحى بايو وبيلاقي حاله على الأرض. وديندا بتصحى وبتلاقي حالها مربطة وكلهم حواليها شكلهم مخيف، والدكتور عم يولدها وبياخدوا الولد. بهذا الوقت بتجي العجوز يلي شافتها بالسوق وبتصير ترمي عليهم شي بيحرقهم، وبتفك ديندا وبياخدوا الولد وبصيروا يمشوا ليطلعوا من المكان. وبيلاقوا بايو وبصيروا يمشوا سوا، والعجوز بتحرق كل مين بيطلع بوشها وبيتخبوا بمكانه وبيحمل بايو الطفل وبصير يأذن له. وفجأة بتفوت لعندهم شبح لاستري وبتضرب بايو والعجوز، ولما بتقرب من ديندا والطفل ما بتقدر تلمسهم، فبتروح لعند بايو وبترفعه بالهواء وبتصرخ بوشه وبيفوت دخان أسود فيه وبيوقع على الأرض. ولما بتجي العجوز لتشوف بتلاقي شكله مخيف، وبتكون لاستري استحوذت عليه. وبصير يلحق ديندا وبيقول لها هذا الطفل لازم يموت وهي بتهرب منه. وهو عم يفتح البواب ويدور عليها بتجي العجوز وبتصير تضربه بصوت العقوبة، وهو بيهرب منها. وبتلاقي أرواح الأطباء والممرضين واقفين وعم يتطلعوا، فبترمي عليهم شي غريب وبتقلها موتي يا لاستري. وبيرجع بايو لطبيعته وبتفوت العجوز لعند ديندا وبتقلها حملين الطفل شوي وبتاخده منها. ولما بتحكيها ديندا بتضربها العجوز وبيغمى عليها. ولما بيصير الصبح بيصحى بايو وهو عم يتوجع وبيدور على ديندا وبيلاقيها بالحمام، فبياخدها وبيطلعوا. وبيركب ديندا بالسيارة وبيقلها رح روح دور على الطفل، وبيكون سمع الصوت من الغابة فبيمشي لهنيك وبيلاقي المرأة قاعدة قدام صنم مخيف وعم تعمل طقوس. فبيقرب عليها وبيضربها بالخشبة على راسها وبيلاقي الطفل وبياخده. وقبل ما يطلعوا بالسيارة بتصحى العجوز وبتطلع فيهم بطريقة غريبة ومنشوفها عم تعمل طقوس. ومنشوف العجوز اتصلت برهاجو يلي منعرف انه بيكون رئيسهم، وخبرته انه تم احياء الشيطان من خلال جسد الطفل. ومنعرف بالاخير انه رهاجو خدعهم وخلاهم يروحوا على البيت كرمال الطفل يلي حيولد ليكملوا طقوسهم من خلاله. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكم لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.